مساء الخير يا شباب، النهارده هناخد ليسن 2 يونت 2 الجبرا اللي هو السلوب اوف ستريت لاين. السلوب بتاع الستريت لاين اللي هو ببساطه شديده اللي هو الميل بتاع الستريت لاين. فبيقول لك اذا بوينت اوف ستريت لاين موفز فروم اي تو بي ذن بتشينج الكوردينت ده في الاكس اللي هو اكس 3 ماينس اكس 1 وفي الواي كوردينت في الواي 2 ماينس اكس 1. فالسلوب هنا بيبقى ايه؟ بريشيو اوف تشينج الواي كوردينت تشينج كل سلوب. يعني من الاخر وباختصار السلوب هو ايه؟ فرق الوايات على فرق الاكسات. احفظها كده، فرق الوايات على فرق الاكسات. يبقى ايه الاس هنا بتساوي ايه؟ واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. ودي حاجه بتحفظها بقيت عمرك كله. تمام؟ هعوض السلوب في الستريت لاين بتشينج الفرق اوفرز هتشينج ايه؟ اكس بوزر الفيرتيكال تشينج على الهورزونتال تشينج اللي هي تساوي واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. طبعا والاكس 1 ده بتساوي 9 عشان كده لو هيزيد تحت يبقى عند الفرق. بيقول لك اكزامبل ان ذا اوبجكتيف فايند ذا سلوب اوف ذا ستريت لاين ايه؟ ال. تمام؟ احنا هنا عشان تجيب السلوب بتاع اي ستريت لاين محتاج اي نقطتين على الايه؟ الستريت لاين. فهو مديك هنا ايه؟ في نقطة عندك 3 و3 ونقطة ثانية ايه؟ 1 و2. احنا عارفين السلوب هو فرق الوايات على فرق الاكسات. فرق الوايات على فرق الاكسات 3 ماينس 2 على ايه؟ 1 سوري 3 ماينس 2 على 3 ماينس 1. اوكي؟ يبقى ايه؟ ادي كده 1 وادي كده 2. وطبعا مش هتفرق يعني انت ايه؟ يعني هتبدا من هنا الاول او من هنا الاول، ما هوش فرقه يعني. فاهمني ازاي؟ يعني انت مثلا ايه؟ لو انت مثلا ايه هتعمل ايه 1 و2 ماينس ايه ال 3 و3 برضه هي هتعمل ايه؟ فرق الوايات اللي هي 3 ماينس سوري انا اسف، هتعمل فرق الوايات اللي هي بقى ايه؟ لو عملت 2 ماينس 3 على 1 ماينس 3 هيبقى هي 2 ماينس 3 نيجاتيف 1 على نيجاتيف 2 اللي هي ايه؟ النص ده. فقصدي مش فارقه تبدا من انهي واي الاول، يعني مش لازم الكبيره الاول، يعني ده اللي بقوله. خلاص نكمل. يقول لك find the slope of the straight line passing through each pair of points in the following. فهو مديك هنا 2 بوينت وعايز ايه؟ السلوب اوف ستريت لاين. رقم واحد السلوب هيبقى فرق الوايات على فرق الاكسات، 5 ماينس 4 على 4 ماينس 2، 1 على 2 بتساوي نص. خلاص 2 السلوب بتساوي فرق الوايات على فرق الاكسات، يبقى ايه؟ 2 ماينس 3 على ايه؟ على 4 ماينس 1، يبقى نيجاتيف 1 على 3. خلاص 3 فرق الوايات على فرق الاكسات 1 ماينس ماينس 3 اوكي على نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 ماينس ماينس ايه 2 1 ماينس ماينس 3 اللي هي كان 1 بلس 3 اللي هي 4 ماينس 4 ماينس ماينس 2 يعني ماينس 4 بلس 2 يعني ماينس 2 هتساوي نيجاتيف 2 4 هي اخر واحده اوكي. فرق الوقت على فرق يبقى 0 ماينس 1 على ماينس 1 ماينس 3 يبقى ماينس 1 على ماينس 4 كول 1 على 4. ماشي نكمل. Find the slope of the straight line passing through each pair of points in the following. انا عايزها تاني ولا ايه؟ لا دي حاجات تانية. ماشي التدريب تاني مش مهم، نتدرب في الإعادة ايه؟ إفادة والتكرار يعلم الشطار. تمام؟ ادي السلوب بتساوي اهو فرق الوايات على فرق الاكسات 4 ماينس 1 على 3 ماينس 2 يبقى 3 على 1 يكون 3 2 فرق الوايات على فرق الاكسات 2 ماينس ماينس 5 على ماينس 4 ماينس 3 يعني 2 بلس 5 اللي هي 7 ماينس 4 ماينس 3 اللي هو ماينس 7 هيبقى نيجاتيف 1 3 السلوب 0 ماينس ماينس 1 على 1 ماينس ماينس 3 1 على 4 خلاص 4 السلوب بتساوي 2 ماينس 3 على ماينس 4 ماينس ماينس 6 يبقى ماينس 1 على ااا آه
ماينس 4 بلس 6 اللي هي 2، يبقى ايه الستوب ماينس 2. كمل. هنا بقى بيديك ايه شويه ايه حالات، بيقول لك هنا ايه اف واي 2 اكبر من واي 1 يبقى الايه السلوب اكبر من زيرو، سلوب بوزيتيف. انا مش هحفظها بالطريقه دي، انا هقول لك لو السلوب لو اللاين عامل اكيوت، لو انت اللاين معاك هتمده كده لغايه فين يا جماعه؟ لو مش بس بوينتر، لو اللاين بتاعك مديته كده وقطع الاكس اكسس عمل معاها اكيوت انجل، يبقى الاس على طول ايه بوزيتيف. طيب لو اللاين بتاعك مديته وقطع الاكس عمل اكيوت انجل، يبقى الايه السلوب نيجاتيف. اوكي. لو عندك اف واي 2 ايكوال واي 1، يعني السلوب عباره عن ايه؟ خط بارلل تو ذا اكس اكسس، يبقى السلوب هنا بزيرو. يعني لو السلوب عندك ايه بارلل تو ذا اكس اكسس، يبقى السلوب بزيرو. طب لو السلوب بارلل واي اكسس اللي هو مثلا اكس ايكوال 3 مثلا، يبقى على طول هتلاقي يبقى السلوب هنا اندفايند انفينيتي. السلوب انفينيتي. تمام؟ ها ان ذا اوبوزيت فيجر، يلا ان ذا اوبوزيت فيجر بيقول لك اي بي سي از ترانجل ان ويتش بي سي بارلل اكس اكس بار اللي هو اكس اكسس، اي دي بيرفنديكولار للبي سي، كومبليت ذا فولوينج يوزنج وان اوف ذا فولوينج ووردز بوزيتيف نيجاتيف زيرو اند ان سبيس تايم سلوب اوف اي بي. طيب احنا اي بي لو مديناه كده اهو هيعمل ايه؟ اوبتيوس انجل يبقى نيجاتيف. طب سلوب اوف بي بي سي، بي سي بارلل اكس للاكس اكس، يعني ايه كده؟ ايه السلوب بزيرو. عارفين احنا لو بارلل اكس اكسس يبقى السلوب ايه بزيرو. طب السلوب اوف اي سي، الاي سي لو مديناه كده هيبقى الايه انجل اكيوت، يبقى ايه السلوب بوزيتيف. السلوب اوف اي دي ده انديفايند انفينيتي او انديفايند. طيب important remark بيقول لك هنا funded the slope of the straight line is constant and does not change. What is the two selected points of interaction to prove that the three points are collinear؟ collinear على نفس الخط بتاعهم. then we find the slope of AB and the slope of BC is the slope of AB. for the slope of BC يبقى عندك A و B و C are collinear. خلاص لو انت عندك مسألة بيقول لك prove that A و B و C are collinear، هتجيب الاسلوب بتاع A و B والاسلوب بتاع B و C، لو هم كل بعض يبقى انت كده اثبتت ان هم collinear. collinear يعني ايه؟ على نفس الامتداد، على نفس اللاين. prove that points A و B و C are collinear، هنجيب كده ايه؟ الاسلوب 1 اللي هو ما بين A و B اللي هو الاسلوب بتاع الاسلوب بتاع A و B، اوكي؟ هيبقى عبارة عن ايه؟ فرق رواية على فرق الاكسات 2 ماينس 3 على 4 ماينس 2 نيجاتيف 1 على 2. السلوب بتاع البي سي عبارة عن 0 ماينس 2 ماينس 4
4 minus 3